اشرف بخير سي حمزيان. قلت سي اشرف دابا عاد انا بصفتي كمواسيف صحفي عندي الاعتماد ديالي ياك، تمنات من دخول الندوة الصحفية لعقد مجلس مدينة طنجة. اللي كنا في هذه اللحظة هذه بصفتي اني مدير ديال التواصل ديال الاعلام الجامعة كيقول لي ليس لديك بطاقة مهنية زوج من الصحف، مع العلم ان الاغلبية ديال الصحفيين داخلين بالاعتمادات الصحفية كمواسيف. بدرتي ندوة ومنعتي الصحفي ديال الاعلام تيفي يدخل، ومنعتي كذلك الصحفيين انهم يطرحوا اكثر من سؤال ولا يطلقوا لايف في الفيسبوك. علاش كنتي كتسنى الموديفيكاسيون اللي تايق في راسو تايق في راسو؟ وانا بغيت نقول لك شكرا بزاف انك قلتي لاسراب بالمدون على دوك اللي هكا هضروا، الله يسمح لهم اسيدي، الله يسمح لينا وشكرا حيت سمحتي لينا. ولكن الناس اللي كيبغيو يسامحوا لك باش يسامحوا لك خاصك تاخذ البراءه ديالك من داكشي اللي قال اسراب بالمدون. عاد الله يسمح ليا، وانا باش انت سمحتي ليا انا نعطيك واحد المفاجاه. انت سمحتي لي وعندك الزهر انني اليوم نيت غادي خارج ارض الوطن، مي من غنرجع كون اكيد رفع دعوه بداك السيد اللي معاك اللي منع الصحفي ديال الاعلام تيفي انه يدخل، حيت خصني نرجع الاعتبار الناس اللي خدامين معايا وكيشتغلوا معايا بحجه انك كتقول لي ما عندوش الاعتماد. هذاك راه مراسل، البلاغ ديالكم والنشره اللي درتوها درتوها الممثلين وسائل الاعلام. ردوا البال من داكشي اللي كتكتبوا، ردوا البال من داكشي اللي كديروا اللي ما مولفينوش من ديك الزربه اللي كتزربوا، وراك ما جاوبتي حتى شي حاجه، ضيعت وقتي وتفرجت في ربع ساعه هاد الفيديوهات. عفت سمحوا لي على هذا المصطلح، وبس نزيد ناكد لك والله ما عندي معك مشكل كشخص، ما عندي كمشكل كمسير.